في البداية الولايات المتحدة ليست هي من يضع سعر الصرف أو نحدد كمية الدولارات المتوفرة للبنك المركزي العراقي. هذه القصة تم تشويهها بشكل كبير من قبل أولئك الذين لا يفهمون النظام هنا. ما حصل أن هذه الضوابط التي تم وضعها ضد عمليات غسيل الأموال وتأثرت وتم إيقافها من القيام بهذه الصفقات الدولية بشكل شرعي. لذلك انتقلوا للذهاب إلى السوق الثانوي حيث أصبح سعر الصرف يتم التلاعب به من أولئك الذين يجمعون الدولار بدل دينار. الحديث عن التوقيت، لماذا طبقت هذه الإجراءات من قبل الخزانة الأمريكية، البنك الفيدرالي الأمريكي، الآن مع حكومة السوداني بالضبط؟ هذه أيضا موضوع آخر وسوء فهم. كنا نعمل مع البنك المركزي العراقي على سنوات طويلة لوضع هذه الضوابط في مكانها. النظام المصرفي العالمي قد زادوا من ضوابطهم فيما يتعلق مكافحة غسيل الأموال، حيث زاد ذلك. هذه الضوابط الخاصة التي تم وضعها بدأنا بوضعها في مكانها قبل سنتين، وقمنا بتدريب مسؤولين وشرح لهم ما يتوجب القيام به للحصول على فهم واضح ما هي المصارف والأفراد يحتاجون أن يقومون به للقيام بتعاملات شرعية.